بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا الدرس الماضي؟ نعم. بداية أخذنا أهمية دراسة علم الأسماء والصفات. وذكرنا دراسة هذا الباب باب الأسماء. ذكرنا لأنه حياة القلوب. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. ومنه توحيد الربوبية. الأسماء والصفات. حياة القلوب. وأعظم العلوم. أشرف العلوم. أشرف العلوم. وأن الله عز وجل أمرنا بها. أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه. حتى نتعلمهم كلا ينزل لكم إذا قد وقعت بها الفرق الضالة مثل الزهمية وما تزهم غيره. بعدين أخذنا لماذا ندرس العقل الوسطية. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ومع سبب دخول الجنة. طيب فتح الرأي غير هذا مما أخذنا قبل الدراسة. نعم. حينما شرعنا أخذنا نبذة عن تعريفية عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أخذنا شيء من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لا يركزوا على تراجم العلماء. أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والميزان الذي يوزن عليه الناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. نعم. طيب. غير هذا أهمية هذا المتن. أهمية هذا المتن لأسباب أسباب الدراسة. أولا وصية العلماء. نصيحة العلماء كثرة الشروحات عليه والإرشاد إلى حفظه وغيره. أنه هذا المتن فيه مشبه معتقد أهل السنة والجماعة في الأمور الستة. نعم. حسن التبويب من أسهل كتب شيخ الإسلام. توسط في شيخ الإسلام رحمه الله. غيره. نعم. فهرست هذا المثل. نقول القسم الأول مقدمة. قال قد تمت وإلا أحمد. القسم الثاني من القرآن. طيب. ثم الأدلة من السنة. مجمل على معتقد على السنة والجماعة في أمور ستة. طريقة على السنة والجماعة العملية. ثم ختام بالخاتمة ومتح الله عليه. وغير. نعم. شيخ أخذنا موضوع التحريف والتعطيل وأخذنا أيضا التكييف والموضوع التمثيل أيضا. أخذنا التحريف. سبب التسمية بالعقيدة الوسطية. لماذا سميت العقيدة الوسطية بهذا الاسم؟ أولاً أنه أحد رواة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة يبين له فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأنه كتبها في وسط اليوم. في وسط بعد الصلاة الوسطى. في وسط العمر. في وسط عمر شيخ الإسلام. توسط فيها وذكر فيها وسطية أهل السنة في أمور ستة وفي أمور خمسة. من أسهل كتب شيخ الإسلام. يعني كأنها متوسطة في كتب شيخ الإسلام. فتح الله عليه. طيب. بدأ بالبسملة. سبب البدء بالبسملة. نعم. اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. اقتداء بعلماء السلف. تبرك تامنا تبرك ابدا بسم الله لان كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركه استئناسا بحمد وتناسا. نعم اجلس. الحمد. ما معنى الحمد؟ تعرف الحمد؟ نعم. الحمد لله انه جعله في مكانه احمد العلماء رحمهم الله تعالى يحمدون الله في اول المؤلفات لان الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزله منزله ورثه الانبياء. الحمد تعريف الحمد هو ذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبه والتعظيم من الثناء. الحمد غير الثناء لكن الحمد اذا ذكره اصبح ثناء. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبده
وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أي رسول؟ جميع الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للخلق وجاءوا معهم هدى ودين الحق. الدين قلنا يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الحق ضد الباطل، ودين الحق يظهره ويظهر من يظهر الدين أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى بالله شهيدا، قلنا أن الله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، شهادة قولية وشهادة فعلية. يظهر على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب، غير هذا ماذا أخذ؟ هذا نعم. قلنا البركة وين التحريف؟ أخذنا التحريف عن الحراب بما يجب فيها التغيير. والتحريف إما تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى. تحريف في اللفظ أعلى من جاهل. في المعنى طيب ذكرنا. من غير التحريف لماذا قال من غير التحريف ولم يقل من غير التأويل؟ لأنه هذا الذي جاء في القرآن. في القرآن. وهذا أقرب للعدل وفي التنفيذ من هذا الأمر. والتأويل ليس كل مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد معذور. من غير تحريف ولا تعطيل تخلي أو تغيير، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية أو جزء كتعطيل الأشاعرة. من غير تحريف ولا تعطيل، غير تحريف التكليف قلنا سواء باللسان أو بالقلب وبالجوارح، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ولا يمكن أن ندرك الكيفية، لأننا لم نرى الله ولم نقبل الصالح المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس المثيل. وسعنا بكيف؟ التمثيل أن اكتاتي بالمثيل. نعم. ولماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ أن هذا الذي جاء في القرآن، وأن ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر اشتبان فيه حتى وكان في الاسم. أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء وغيره. نعم. أخذنا طرق الهداية والدلالة. عناصر الدلالة والإفهام، ما الفائدة منها؟ أن هذه عناصر الدلالة والإفهام إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يقبل. وبهذه أي بعناصر الدلالة والإفهام نستطيع بإذن الله أن نرد عن الشبهة التي يأتي بها أهل الباطل، لأنهم يريدوا أن نرجع المتهوكين والحيارى والمجوس وغيرهم. نقول هل أنتم أعلم أم الله؟ علم أصدق أم الله؟ صدق بيان فصاحة إرادة الهداية أمور أربع فتح الله عليك غير هذا. أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى، ومنه معاني الأسماء والصفات. ما الدليل؟ الدليل أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء. الثاني أن يقول عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية ما استثنى شيء. الثالث تقدم معنا طريقة السلف في حفظ القرآن لما تجاوزوا عشر آيات حتى عرفوا معناه، وما قالوا إلا آيات الأسماء والصفات. نعم فتح الله عليك. أن لا بد في الصفات المنفية من أمرين، نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات كمال الضد، لأن نفي المحض ليس بكمال. لا تأخذ سنة ولا نوم، نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى نفس الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله وقدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. غير هذا. نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة فرق ناجية في الإيمان. نعم، ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب، هذا باب أسماء الصفات.
ذكرنا أن رسله صادقون ومصدوقون ومصدقون. نعم، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى صدقهم أو يجب على أقوامهم أن يصدقوهم، وصح الجمع بين القولين. نعم، غير هذا فأنا غير ما ذكرنا. نعم، ذكرت شيخ التوحيد. نعم، وقد جمع فيما سمى وصف بين نفسه بين النفي والإثبات، قلنا هذه حقيقة التوحيد، الجمع بين النفي والإثبات، لأنه ما يمكن يكون توحيد إلا بهذا. نعم، حقيقة التوحيد ركنان لا بكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهما. الله أعلم. طيب، طيب غير هذا. نعم، سؤال كيف تعرف من تعالى من صحابة رضي الله عنهم؟ لا نسأل عن الصحابة رضي الله عنهم، أحرص عليهم من أدخلنا منه مسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق الخلق على الخلق بالله. نعم، اقرأ. اقرأ. وقد دخل في هذه الجملة لا أسمعك أحد تقرأ آخر. قال المصنف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقد دخل في هذه الجملة جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى لنفسه وأراد أن يبدأ بالقرآن له. قدم القرآن وسيأتي بإذن الله تعالى منزلة القرآن ومنزلة السنة. طيب، نعم. ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. تسمى السورة بهذا الاسم، سميت السورة بسورة لأنها مسورة بسورة. تعرف السورة؟ نعم، هذا الأخ لديه أرض، فماذا يصنع؟ يضع عليها سورة، ماذا تحافظ عليها؟ ما أحد يستطيع تعدها، فهذه السورة مسورة بسورة، لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء. هذا والله أعلم سبب التسمية بالسورة. سورة الإخلاص، ما السبب لتسمية هذه السورة بسورة الإخلاص؟ الله أعلم، لأنها تخلص صاحبها من النار، من الشرك. ورد في بعض الأحاديث أنه إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم وكذا ماذا يصنع؟ يقرأ سورة الإخلاص تخلص من الشرك. ثم أنها أخلصت في وصف الله. القرآن آية القرآن، القرآن فيه إما توحيد أو قصص أو أحكام. هذه السورة ليس فيها إلا توحيد، إذن أخلصت في وصف الله. تعالوا تعالوا أغلق هذا. أخلصت في وصف الله وتخلص غاية من الشرك بإذن الله. التوحيد لا تخلو منه آية. هذه السورة ليس فيها فقط إلا التوحيد، هذا اسم أصلا وتوحيد الربوبية. نعم، هذه السورة تقرأ مثلا في الصلوات، في أي صلاة تقرأ؟ من يعرف؟ من يعرف أخواننا سورة الإخلاص متى تقرأ؟ نعم، في ركعتين الفجر وركعتين المغرب. نعم، سورة المغرب وفي ركعتين الطواف وفي الوتر. سوف أتينا قل يا الكافر، لأنه قل يا الكافر فيها توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص فيها الربوبية اسم أصفر. كأنك تبدأ اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاث، وتختم كذلك. نعم، وتوتر كذلك، وتطوف عندما تطوف بالبيت كذلك، صح؟ نعم. طيب، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. القرآن بهذا الاعتبار انقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد لا تخلو منه آية، قصص، أحكام. تعدل ثلث القرآن فيما في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. مثال:
ذهب إلى العمرة، وأول ما قدم إلى السعودية ذهب إلى المدينة، تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعة. قال له هذا الحمد لله، هذا يجزي عن عمرة، ترجع إلى بلدك. يصح؟ طيب أحرم بالعمرة في رمضان، فقال له هذا الحمد لله، أجزأت هذه العمرة عن حجة الإسلام، بل كأنما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت عنك حجة الإسلام. يصح؟